جماعه اندا خدمنا معاكم الفلاح وصل يعرف معناها مرحله التتبع معناها تاع المنتوج نتاعو، خدمنا على الجوانب الاجتماعيه والجوانب الاقتصاديه والجوانب البيئيه. التكوين صحيح وقع برشا حصص معناها تاع تكوين حاجات تبدلت. انت كما تعرف انه السوق كان هذا منوال تنموي جديد معناها يقوم على التجاره العاده وما يسمى بالتجاره المنصفه، هي تعرف كما تعرف معناها تجربه جديده. بدلت برشا حوايج مثلا في الفلاح نقصد اكثر حاجه الوسيط اللي ما بين السمسار نقول ما بين الفلاح والمزود نتاع السلع تنحك الوسيط هذاك لخاطر نبيعوا السوق الكاهن ديريكت نقولهم ديريكت من غير وسيط يجونا هنا نتفاهموا وكذا وبعدين